الو، اهلا. لا واحده واحده بالظبط. الملك سعيد يقدم عليه باشا. ايوه يا قط، بتقول ايه؟ ترغام اتحبس مش هيقدر ينفذ؟ ماشي، شيل ايدك من الموضوع ده وانا حاضر. تحت امرك يا باشا. في عملية كده في السريع عايزك تخلصها، يا بكرة يا بعد. تخلص يا باشا. واحد قرفني ومزعلني جامد. لا ما يصحش، يتأدب يا باشا. ده واحد قليل أدب وما ينفعش معاه الكلام. خلاص يبقى نخلص عليه. بس عايز العملية دي تبان كأنها سرقة. تمام يا باشا. حمدي تحت امرك يا باشا. اديله بيانات المحامي اللي اسمه فطين ده وعنوانه. يا حمد يا باشا. لا يا باشا، انا كنت مريح بس شويه. الليله بس يا باشا، اول ما اخلص هكلم. في عملية كده في السريع عايزك تخلصها، يا بكرة يا بعد. واحد عرفني ومزعلني جامد. لا ما يصحش، يتأدب يا باشا. ونور الطريق لاولادي يا رب، وافتح في وشهم الابواب ونور لهم طريقهم يا رب. يا رب انا ماليش غيرك يا رب. رجع لي ابني يا رب، رجعه لي يا رب. ايه ده؟ ده عيل الجراندي ولا ايه ده؟ ده زنوري وبراءه.
هنبتديها بقى. ماشي يا عطش ماشي. ياد يا ابن الكلب. امال فين ام تعبانه يا ابني مش نفسه. خش انت نام وانا هاخد بالي من سنوري. ياخد كده كده يا واد كده. سنوري صحيت ابوك؟ لا يا ام انا الحمد لله ان انا صحيت، عشان يعني كنت عايز يعني ادخل الحمام بقى. يلا. طلبتوها عملتها لكم بايدي، كل واحد فيكم عروسه ومكتوب عليها اسم. ادي عروستك يا شوقي حنين. وادي عروستك يا فطين. يلا تصبحوا على خير يا حبايبي. انتوا اهل خير يا ماما. اخويا شوي انت جيت ازاي؟ قصدي الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا اخويا. ياه احنا كنا بندور عليك يا شوي. ده امك كان قلبها ينفطر عليك. حبيبي يا اخويا دي روحها هترجع لها تاني يا شوي. انا لازم اروح اقول لها، دي هتفرح قوي قوي قوي. ياما اما اخويا شوي رجع. ياما 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 تعالي ياما. اخويا وتوأمي شوي رجع ياما بالسلامة. اخي بيبي النبي يا رب كنت عارفة انك هترجعهولي. تعال تعال في حضن امك يا بنا. تعال يا رب تعال في حضني. وحشتني قوي وحشتني قوي يا بنا. ضر انا الصور اللي جوا في قلبي من بعيدك عني يا بنا. عامل ايه يا بنا؟ انت كويس؟ بتاكل ازاي؟ بتشرب ازاي؟ انا عارفه انك اتعذبت كتير يا ضنا. كنت بحس فيك وبسمع صوتك وانت بتنادي عليا بتقولي انت فين يا امي. حبيبي يا ابني حبيبي يا ابني. النهارده بس ابوك ارتاح في تربته. بس الحمد لله ربنا رجعك لينا بالسلامه ومش هيفارقنا ابدا. مش هتسيبنا تاني يا شوقي مش كده؟ كفايه بقى. في ايه يا شوقي يا ابني؟ انا مش شوقي، انا مش الحاوي. مالك يا ابني في ايه؟ انا مش ابنك، انا ابن شوارع. والله يا ابني ما كان بإيدي، كله مقدر ومكتوب. والمقدر والمكتوب ده هو اللي جابني هنا. انتوا عارفين انا جاي هنا ليه؟ انسى يا اخويا اللي فات،
اللي فات عمره ما يتنسي طول ما انا عايش. بس احنا محتاجين لك يا ابني. انا لما كنت محتاج له هي كلمه واحده، انا جاي احذرك ابعد عن صفوه نصار. ابني ابني ابني